هاي بنات، شو الأخبار؟ فيديو اليوم عن صبغ الشعر باللون البنفسجي. صار الوقت نبدأ الفيديو، بس بعد الانترو. بنات، رح نشوف بهذا الفيديو طرق مختلفة لصبغ الشعر باللون البنفسجي، سواء لصبغ أسفل الشعر، تحت الشعر، أو كافة الشعر. مشان هيك بتمنى تحضروا الفيديو للآخر. ملاحظة، اللون البنفسجي من بين الألوان يلي بتحتاج سحب لون الشعر لتزبط معكم. إذا كنتم مستمتعين بالفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. بتمنى من كل قلبي تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذا الفيديو. أشوفكم بالفيديو الجاي، كتير بحبكم.